أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أن عنده وسواس قهري، يقول ويغسل يديه كثيرا خوفا من الجن أن يصيبوه بالمرض، مع علمه الجازم أن المرض والعافية من الله، فهل هذا شرك؟ يترك هذا ويعتمد على الله، توكل على الله ويترك هذا ويتعود، إذا أحس به يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنه بإذن الله. نعم.